شاب من مدينة سامراء جنوب محافظة صلاح الدين عبد الرحمن الذي عرف بصانع السيارات، فهو بورشته البسيطة الصغيرة تمكن من صنع 3 سيارات بطراز ضاها معامل السيارات الحديثة. عبد الرحمن عبد القادر، عمر 27 سنة، سكنة صلاح الدين سامراء. حقيقة أنه بداية طفولتي تنمت، اكتشفت أنه عندي مهمة استكشاف، أنه اكتشف الأشياء كيف تشتغل، كيف طريقة عملها. الحمد لله نميت هالفكرة شوي شوي، هالطموح لما وصلت من حد نصنع سيارة. حقيقة جدا أنه صح شاب عنده فيش عمر أنه صعب أن يمتلك سيارة، حبيت أنه نصنعها بإيدي. ورا فترة أنه حبيت أصنع الثانية، أنه أكيد أنه أقدر، عندي طاقة أقوى أنه خلنا نصنعها. بلشت بيها، طولت عندي فترة همين اللي هي سيارة كاتير هام لوتس X7. الحمد لله كملتها بجدارة 100% ولاقت صدى مرتب الأقوى من الثانية. ورا فترة أنا حبيت أصنع الثالثة، يعني عندي طاقة، إن هالمرة إنه غير الشكل، مو بدأ من الصفر. الحمد لله كملت الصفر، جبت أوبل فيكتورا 92، طبعاً منتهية متهالكة، يعني يا أدبها يقول سيارة. الحمد لله طلعت عندي بهذا الشكل، أنت غير الشكل الخارجي كله. عبد الرحمن بموهبته التي نمت منذ صغره وجد المعيل والداعم من عائلته ليتمكن من صقل هذه الموهبة. ذووه تمنوا أن يجد الدعم الحكومي من الجهات المعنية ليحقق حلمه ويطور من موهبته ويقدم لنفسه ومدينته وبلده ما يرتجى منه. عبد الرحمن من الطفولة عنده إمكانيات، وخلال التقاء به وعبد الرحمن بن خالي خلال لقاءاتنا جدا عنده إبداعات، يعني كتصميمات بالبيت وبعمله هو كطالب، هو يعني بالعمل كمهندس يشتغل بالديكور، هو مو مهندس بل يشتغل بالديكور مبدع. عبد الرحمن محتاج إلى دعم، احنا قدمنا كعائلة بما نستطيع، بس اللي نرجو واللي نأمل من الحكومة العراقية دعم هذا الشاب. عبد الرحمن عنده أفكار وعنده إبداع، ممكن أن يبدأ بمجالات أخرى غير السيارات إذا لقى دعم، واللي نأمله دعم من وزارة الصناعة، وزارة الشباب، دائرة مديرية المرور العامة، جاهزة بكتب رسمية على المدير تقدر يتحرك بحركته بالسيارة ويبدأ بالإنتاج المستقبل سيارة أخرى. هو واحد من الشباب الذين فجروا طاقاتهم وإبداعهم وطوروا من مواهبهم، لم يقف مكتوف الأيدي منتظرا من يأخذ بها، بل اعتمد على نفسه بنفسه متأملا قدوم من يرعى مواهب الشباب ويهيئ مستلزمات إبداعهم بالعمل لا بالقول. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.